أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الأحد 28 من شهر يونيو لعام 2020، وحلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. والنهاردة كلنا عارفين تخطى عدد الإصابات في العالم رقم 10 مليون، وتخطى عدد الوفيات 500,000. ويمكن حد يحب يقول انه كده يبقى نسبة الوفاة 5%. الحقيقة ده رقم مبالغ فيه ورقم خطأ. ليه؟ لان تسجيل نسبة الاصابات اقل بكثير من تسجيل نسبة الوفيات لسببين. اولا، في ناس بيجيلها اصابة بدون اعراض، اللي هي بنسميها اسيمتوماتيك، يعني العام ما عندوش اي اعراض، و 80% من اللي بيجي لهم أعراض بتبقى أعراض خفيفة، فبرضو ما بيسجلوش. وعليه النسبة الحقيقية للوفاة، ودي من الأخبار الجيدة في هذه الحلقة وبعدها، في حدود 1%، تقل قليلا تزيد قليلا، لكن هي 1%. وخبر تاني كويس، إنها أخذة في التناقص. ليه؟ عندي 5 أسباب لذلك. سبب مؤقت، ان طبعا حرارة الجو في كثير من بلدان العالم والرطوبة بتقلل من نشاط الفيروس، لا تقضي عليه تماما لكن تقلل من نشاطه. 2، ان احنا عارفين الفيروسات بتتحور، وغالبا بتتحور للأضعف. طب 3، اكتسبنا خبرة، تعلمنا ان اهم سبب الوفاة ما هوش الالتهاب الرئوي، انما الجلطات اللي بتحصل في الدم، فبقينا نقيس قياسات تجلط الدم وبندي بلاد ثينرز، حاجات تمنع تجلط الدم. فتعلمنا النهارده في علاجات زي ما هنقول في هذه الحلقه بتقلل من نسبه الوفاه. حاجه 5، كان اول ما يقيسوا نسبه تشبع الاكسجين في الدم ويلاقوها انخفضت، عارف، حاجه جديده، فكل دكاتره يسرعوا يحطوا العيان على الفنتليتور اللي هو جهاز التنفس الصناعي. وطبعا جهاز التنفس الصناعي ده زي ما بيفيد المريض بيضيره، لانه بيعمل ميكانيكال تروما لللنج. اللنج اوريدي، الرئتان اوريدي يعني ملتهبه، وانت عم بتعمل منفاخ فيها. فدلوقتي ما بقيناش اي انخفاض في نسبه تشبع الاكسجين في الدم، نسرع في ان نحط العيان على جهاز تنفس صناعي. رجعنا لل إرشادات القديمة في وحدات العناية المركزة، ونلتزم بيها. الخضة بتاعة الوباء قلت، بقينا ممكن ندي العيان أكسجين حتى عن طريق نيزل تيوب، لكن مش كل عيان يتحط على الفنتليتور. وده كمان عمل ميزة تانية، إنه الضغط اللي كان موجود في كل دول العالم على هالفنتليتورز، أجهزة التنفس الصناعي عددها هتقل ولا لأ وهتكفي. ولدرجة ان ترامب طلب من شركة جنرال موتور انها تعمل له 100,000 جهاز تنفس صناعي. دلوقتي ما بقاش الاحتياج للفنتليتور مجرد ما العيان يقل نسبة الاكسجين في الدم. فده طبعا الفنتليتور زي ما قلنا كان بيفيد، كان بيضر. فبنحط الحالات اللي هي فعلا عندها ضيق في التنفس، مش قادر يتنفس لوحده، مش مجرد انخفض نسبة الاكسجين في الدم. طيب، عنوان حلقة النهاردة هو الكوفيد 19، نهاية أم بداية؟ يعني اللي احنا فيه ده نهاية الوباء ولا بدايته؟ أعتقد أن الإجابة أن هو بداية. ليه؟ لأن كلنا يعني بنلاحظ أن بسبب إعادة الأنشطة في العالم، والعالم اتفتح تاني، أن الأعداد بتتزايد. وعليه علينا أن نتعلم أننا هنتعايش معاه الفترة، ومش كده وبس. وممكن وباء كوفيد 19 أو الفيروس ده، بلاش نقول وباء، ما يختفيش، يعني يعيش معنا زي ما بعد أوبئة الملاريا ما زال الملاريا موجودة في الدنيا، زي ما أوبئة الإنفلونزا ما زال في إنفلونزا. لكن طبعا عشان ما حدش يتخض هيبقى أقل ضراوة، يعني أقل خطرا. طيب، وبنرجع لشعار البرنامج بتاعنا وإحنا عارفينه، من يعلم يحذر، ولا تهويل ولا تهوين. وكعادتنا في 3 نقاط هنتكلم عليهم النهاردة.
النقطة الأولى أخبار العلاجات والأمصار، ودي النقطة اللي أنتوا بتحبوا يعني نشوف إيه اللي تم، يعني إحنا رايحين فين. وبعدين طب طالما نتعايش معاه إيه درجات الخطورة في الأنشطة المختلفة، الحاجة اللي خطرة نبعد عنها، الحاجة الأقل خطورة ممكن نتعامل فيها. ثم النقطة الثالثة والأخيرة اقتراحات شخصية لإعادة الأنشطة الحياتية. فنبدأ بالأخبار الأمصال والعلاجات. أخبار الأمصال والعلاجات، الخبر الأهم حتى الآن إنه لا علاج ولا مصل، لا علاج شافي ولا مصل واقي. عشان أنا بستغرب وأنا بتابع القنوات العربية عندنا ألاقي يطلع حد يقول لك إن أنا هقول لكم البروتوكول بتاع العلاج. البروتوكول بتاع العلاج هو ما فيش أساساً علاج شافي عشان يبقى فيه بروتوكول. ده يعني العلاجات اللي عندنا كلها عبارة عن علاجات بتعالج الأعراض، زي مثلا التايلينول اللي هو الأسيتامينوفيلين اللي هو الباراسيتامول، يخفض الحرارة، يقلل الآلام، بنعالج العرض، أو علاجات سبورتيف مكملة، لكن لا يوجد علاج شافي. فحكاية البروتوكول العلاج دي يعني حاجة غريبة شوية، بتذكرني بخلطة فوزية، الفيلم اللي هو أظن كان في 2008 بتاع الرائعة والجميلة إلهام شاهين. خلطات. وعارف بقى الصيدليات كل واحد يقول لك ايه، اديك مجموعة الكورونا، يعني حاجة كده ملهاش اي علاقة. ودائما ابدا بقول التعبير اللي قلته في المحاضرات، وما احنا بنخف ازاي؟ احنا بنخف بالمناعة الطبيعية بتاعت ربنا اللي بيديها لنا. الله يداوي والطبيب يأخذ الاجر، الله يداوي والطبيب يأخذ الاجر. وحاجة تانية عاوز أقولها برضو، إن في الزحام ده زي ما الصيدليات استفادت بإن تعمل المجموعة الكوفيد اللي هو بيحط ضغط وعبء مادي على الأسر وعلى الدولة في توفير الأدوية، المعامل دخلت في اللعبة برضو وقال لك أروح لك عشان أعمل لك شوية تحاليل، التحاليل دي بتاعة الكورونا، وهي مجموعة مؤلفة كده حاجات لا وجود لها في العالم كله. الكورونا بتتشخص أساساً بمسحة من الأنف عميقة اللي هو البي سي آر، نشوف عندك الفيروس ولا لا. ما فيش دي وانت خايف من الالتهاب الرئوي، في التهاب رئوي معين بيحصل في حالة الكوفيد 19، نعمل أشعة نلاقي على الناحيتين في منظر ground glass appearance، يعني زي ما يكون إزاز إنجليزي مخرفش كده على الناحيتين. إذا خايفين يحصل تجلطات بنعمل شوية حاجات لقياس التجلط. بعد كده لما حضرتك بإذن الله تخف وتتعافى، عاوز تعرف عندك مناعة ولا لأ، بنشوف الأجسام المضادة بتاعة الكوفيد 19. ده تعقيب. يبقى مفيش داعي نروح للمجموعات اللي هي مجموعة الكوفيد أو مجموعة التحليلات، وكلها تأليف وكلها عبارة عن استنزاف في وقت أوريدي الناس يعني مضغوطة ماديا. فمن فضلكم عاوزين نلتزم بالقاعدة العلمية. أنا أحب إن واحد يقول كده ايه علاج الكوفيد؟ مفيش علاج للكوفيد، العلاج هو المناعة الطبيعية، الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. إنما هل في شوية علاجات تساعد؟ فيه، وهأذكر لكم منها سبعة، وسبعة اللي هو اللي هما نتحققنا منه مش أي تأليف، وأخذهم بترتيب الأهمية. أول حاجة اللي هو الدكساميثازون اللي هو نوع من أنواع الكورتيزول، بدأنا في سنة 1960 استخدامه، وده بيشتغل مضاد للالتهاب، واحنا المشكلة الأساسية عندنا بقى في التهاب في الرئة. استخدمه امتى؟ في الحالات الخطيرة فقط، يعني واحد على جهاز تنفس صناعي، شوف الروعة، يقلل نسبة الوفاة بنسبة يعني يقللها ثلث، يبقى تلتين بس العينين بدل ما كلهم يتوفوا، في تلتين فقط اللي هيتوفوا، يعني بيقلل نسبة الوفاة بنسبة الثلث. وإذا كان العين على أكسجين هيقلل نسبة الوفاة بنسبة الخمس، إذا كان أكسجين مش جهاز تنفس. ده أول حاجة وأهم واحد، الدكساميثازون الكورتيزول بنستخدمه كمضاد للالتهاب. نيجي تاني واحد اللي هو قلناه في الحلقة الماضية اللي هو ريمديسيفير، ده أنتي فيرال بيمنع تكاثر الفيروس.
ده لو استخدمناه 5 ايام ما بيقللش الوفاه. امال بيعمل ايه؟ بيقلل مده التشافي والتعافي، بدل ما حضرتك تتعافى في 15 يوم هتتعافى في 11 يوم. حلو، يبقى في 4 ايام طبعا نفسيا ليك لما تخف على 15 يوم بدل 15 احسن، والضغط على الانظمه الصحيه هيقل. تالت علاج اللي هو اذيثروميسين، ده عباره عن مضاد حيوي. انا بقى بنصح اي واحد يبقى عنده احساس بانه في التهاب في صدره ياخده في حاله الكوفيد. ده ضد البكتيريا اساسا، لكن في نفس الوقت ضد الفيروس، واحنا عارفين ان الالتهاب الرئوي ممكن يحصل فيروس وانطب عليه يبقى برضه فيه التهاب بكتيري، فكويس ان احنا ناخد اذيثروميسين. نمره 4 فيتامين دي، وانا برضو ما بزهقش من فيتامين دي. فيتامين دي ده بيقوي المناعه، ده الفيتامين الوحيد اللي تاخده. قلنا انه 10% بناخده من الاغذيه و90% من الشمس. طب احنا في هذا الوقت الحالي يعني في المدنيه الحديثه، الناس يا قاعده جوه بيوتها يا اما موظفين قاعدين في مكاتب في ابنيه ما بيتعرضوش للشمس ما بين الساعه 10 والساعه 4 اللي هي بيتكون فيها الفيتامين. فمعظم الناس، مش معظم يعني، عدد كبير من الناس عندهم نقص في فيتامين دي. ثلث الامريكان بنلاقي عندهم نقص في فيتامين دي، فناخد فيتامين دي. طب الجرعه قلناها وعدها تاني، لو في الصيف بتاخد 1000 وحده في اليوم، طب في الشتاء الشمس اقل 2000 وحده في اليوم، ده لو انت سليم. يبقى هتاخد 1000 في الصيف و2000 في الشتاء في اليوم كل يوم لو انت سليم. طب لو انت مريض عاوز تزود مناعتك تحتاج اكتر، 3000 الى 4000 وحده يوميا. ده نمره 4 فيتامين دي. عندنا قلنا هنقول 7 حاجات. نيجي حاجه جميله قوي وهتبسط ناس كثير يعني كثيرين، اللي هو الستاتينز، اللي هو الادويه اللي بتوطي نسبه الكوليسترول في الدم. عدد كبير من الناس بياخدوا ادويه الكوليسترول دي، لقوا ان الناس اللي بياخدوا ادويه خفض نسبه الكوليسترول نسبه الوفيات فيهم بتقل عن اللي ما بياخدوش هذه الادويه، اللي ما عندهمش كوليسترول عالي 40%. بس يعيب الدراسه دي انها دراسه باثر رجعي ريتروسبكتيف، انما ممكن ندرسها بروسبكتيف يعني باثر مستقبلي، يعني نجيب مجموعتين من البشر وندي شويه ادويه خفض الكوليسترول وشويه ما ياخدوش ونشوف هيحصل ايه في المرضى اللي عندهم كوفيد اللي بياخدوا ادويه خفض الكوليسترول مقارنه باللي ما بياخدوش. بس لقينا، وهي حاجه مؤكده وجميله جدا وبشرى سعيده للناس اللي بتاخد ادويه الكوليسترول، ان في حاله الكورونا نسبه الوفاه بتقل 40% في اللي هم بياخدوا ادويه الكوليسترول. طيب نمره 6، استخدام البلازما بتاعت المتعافين، لان بيبقى عندهم اجسام مضاده ضد الفيروس، فلو اديناها لشخص مريض طبعا الاجسام المضاده بتاعت البلازما بتاعت المتعافي ده هتساعده. نمره 7، في الهند واليابان دلوقتي بيجربوا شويه ادويه كلها انتي فايرال معروفه قبل كده ضد الفيروسات، هيشوفوا مين فيها يمكن ينفعنا في حاله الكوفيد. ولكن مره اخرى هقول، وبحب اقولها لانها مهمه جدا، انه يعني مش عاوز بقى نروح لواحد يقول لك ايه ناخد هيدروكسي كلوروكوين بتاع الملاريا. هذا ثبت في معظم الدول وبمنظمه الصحه العالميه انه لا يفيد، بل قد يضر الناس اللي عندهم امراض معاناه في القلب، فده ملوش اي لازمه ان حد ياخده. وده برضو بستغرب ان لسه ناس بتتكلم عليه، وبرضو في المجموعه اللي بنقول بياخدوها بتاعت خلطه فوزيه دي يقول لك فيتامين سي والزنك. يا جماعة فيتامين سي والزنك واحد ملوش علاقة بالعدوى التنفسية، 2 موجود في الأغذية، ملوش علاقة بالقصة بتاعتنا خالص. عارف تاخده إمتى فيتامين سي والزنك؟ لو حضرتك مضرب عن الطعام ما بتاكلش أكل، فيبقى ندهولك، إنما هو موجود في معظم الأغذية ومش محتاجينه في هذه الحالة على الإطلاق. فبليز مش عاوزين نعمل الحاجات دي. وزي ما بقول إنه لا تهوين ولا تهويل. فالقاعدة الأساسية إن حتى الآن لا يوجد علاج شافي ولا يوجد مصل واقي. ننتقل للأمصال. الأمصال إحنا بنستخدم الأمصال بأي غرض؟ لما ندي حضرتك المصل أو اللقاح هتكون أجسام مضادة. خلاص؟ لو وصلنا إن 70% من البشر عندهم أجسام مضادة للكوفيد 19
هنبقى وصلنا لحاجة اسمها مناعة القطيع. كده يبقى انهينا الوباء. طيب نيجي فين الخبر الجيد بقى؟ الخبر الجيد ان عندنا النهاردة 14 مصر وصلوا المرحلة الإكلينيكية. طبعا أكثرهم سبقا هو المصل بتاع أكسفورد، وفي فيز 3. طب واحد يقول لي يعني إيه وصلوا المرحلة الإكلينيكية؟ يعني بيتم تجربتهم، تجربة الأمصال دي بيتم تجربتها على البشر. طب يعني إيه فيز 3؟ في فيز 1 بنجربها على عدد صغير جدا من البشر. ليه؟ أصلا ممكن يبقى يعني حاجة مميتة. بعد كده نجربها على عدد أكبر شوية، ده فيز 2. أما وفيز 1 و2 بيبقى الغرض منهم إن إحنا قياس السيفتي، الأمان. بس عشان نقيس الأمان بنبتدي بمجموعة صغيرة بعدين مجموعة أكبر، فيز 1 وفيز 2. طب إحنا عاوزين نشوف بقى الإفشنسي اللي هو الكفاءة، يبقى لازم نجربها على عدد كبير من البشر لوقت طويل في دولة موبوءة بالفيروس عشان نشوف هل الطعم ده أو التطعيم ده هيقي الناس دول ولا مش هيقيهم. فالحمد لله عندنا 14 مصل في المرحلة الإكلينيكية بتاعت البشر، وفيش 3 اللي بنجربها في الريال وورد على عدد كبير. ده كان الخبر الجيد. فين بقى الأخبار؟ بلاش أقول السيئة، أقول غير الجيدة. غير جيدة، غير الجيدة. الأخبار غير الجيدة هلخصها في 4. 1، المدة. إن كان دائما أبدا الوعد بيقولوا لنا إن بإذن الله يبقى في مصل في سبتمبر أو أكتوبر أو في الخريف. أنا أعتقد وأتمنى أبقى مخطئ إن ده لن يحدث قبل 2021، وربما في منتصف 2021. طب واحد يقول لي ليه؟ ليه العطلة دي كلها وإحنا مستعجلين؟ لأن إحنا عندنا 3 عمليات بتستهلك وقت. أول حاجة اللي هو التجهيز، إن إحنا عشان لازم نجرب على عدد كبير من البشر، وقلنا المدة طويلة وتكون مدينة موبوءة عشان خاطر نعرف إنه ليه تأثير ولا لأ. مش هنستعجل على الطبخة فنبوظها. تاني مرحلة، مرحلة التصنيع. حضرتك عاوز تعمل مصل لقاح يكفي مليارات البشر، عاوز تطعم على الأقل 70%، قلنا عشان توصل لمناعة القطيع تطعم 70% من البشر اللي هم كام؟ 7.8 مليار. ثم مرحلة التطعيم نفسه انك تديها لهم، فده كله هياخد وقت. طب واحد يقول لي امال هم ليه قعدوا يقنعونا ان هو في الخريف او في سبتمبر؟ هقول لك ليه. دي في ليها نواحي سياسية. الزعماء زي الراجل اللي هو بوريس جونسون بتاع انجلترا طبعا قال هذا الكلام. ليه بقى؟ عشان خاطر احنا قال ما فيش ولا واحد في انجلترا على كريسماس تايم هيبقى كل الانجليز متطعمين. طبعا دي تزود من شعبيته. طب الشركات اللي هي خدت حق انتاج المصل ده لما تقول الاخبار جايه بسرعه هتزود من قيمتها في البورصه. يبقى كلها حاجات سياسيه. انما الحقيقه الخبر غير الجيد الاول انه في الاغلب مش هيبقى ده متاح غير السنه العام القادم. الخبر الثاني السعر. إن مهما الشركات ما قلصت من ربحيتها فهتتكلف جامد. ده منظمة الصحة العالمية قالت إن الأبحاث بس للوصول إلى طعم تطعيم يعني لقاح أو لعلاج ده هيتكلف 30 مليار دولار. يعني قبل ما نبتدي كده كل واحد في البشر عليه 3 دولار بس في الأبحاث. ده لسه في تمن المصل نفسه لسه عشان نديه لحضرتك. فالسعر ده برضو حاجة مش لطيفة. 3 بقى الصعوبة. إن ده وهعدها تاني، قلت الفيروسات دي عبارة عن أساسا بتتكون من يعني كور من حمض نووي، والأحماض النووية نوعان، يا دي إن إيه يا آر إن إيه. الكورونا فيروسز دي ار ان اي، ولاول مره في التاريخ هنحاول نعمل لقاح ضد الار ان اي فيروسز. كانوا قبل كده نجحوا في انهم يعملوا ضد الدي ان اي، دلوقتي احنا في كورونا عاوزين نعمل عاوزين نعمل لقاح ضد الار ان اي. في عجاله الكورونا فيروسز دي بالالاف، واكتشفوها في 30ات القرن الماضي، والاعراض اللي بتعملها
بتتراوح ما بين أعراض طفيفة تدي مجرد يعني نزل برد لأعراض مميتة، وهذكر منها ثلاث أوبئة عدهم تاني في عجالة. السارس كوفيد 1 اللي حصل في 2003 وأصاب حوالي 8000، مات منهم حوالي 800، يعني كانت نسبة الوفاة 10%. ثم في 2012 جالنا الميرس كوف، الميرس ده اختصار ميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم، ده اصاب فقط عدد محدود 2500 وكانت نسبة الوفاة مات منهم 800، يعني نسبة الوفاة اعلى 30%. بس في ميزة جميلة انه ما يتنقلش من بشر لبشر، لازم من الجمال للبشر، وعشان كده كان اكتر في منطقة الخليج. دول اول وبائين. وحتى السارس في السارس كوف 1 الحمد لله ما عندناش ولا حالات، مش عارفين اختفى، يا رب يختفي كمان الكوفيد 19 زي. نيجي بقى التالت وباء من الكورونا فيروس، يبقى اول وباء كان بتاع السارس، تاني واحد بتاع الميرس، تالت واحد اللي هو بتاع كوفيد 19. ده بقى عيبه انه بينتشر كما النار في الهشيم، يعني بسرعه جدا، بدليل ان احنا النهارده بكل الاحتياطات بغلق العالم وصلنا 10 مليون. ولكن شوف رحمه ربنا نسبة الوفاة قلنا 1%، ودي حاجة لنقطة للتأمل. يعني سبحان الله، لما يبقى الفيروس أكثر ضراوة مثل الميرس 30% يصيب 2500 بس في العالم كله، أكثر شوية زي السارز اللي هو يموت 10% من الناس يصيب 8000، لما يصيب 10 مليون ربنا يخلي نسبة الوفاة بقى لا هي 30% زي الميرس ولا هي 10% زي السارز، يخليها 1%. قلت أخذها في النقصان. الصعوبة أن احنا لأول مرة بنعمل لقاح ضد RNA فيروس اللي هما كورونا فيروس، لكن بإذن الله هننجح بإذن الله. وهذا الكورونا فيروس بيصيب الثدييات والطيور على فكرة، في الطيور وفي الإنسان بيبقى غالبا في صورة عدوى تنفسية، لكن في البقر وفي الخنازير بيبقى غالبا في صورة إسهال. النقطة اللي بعد كده اللي هي والأهم اللي هي الكفاءة بتاعت المصل، أنا عاوز في النقطة الرابعة اللي هي الكفاءة، بعد ما اتكلمنا على المدة واتكلمنا على السعر والصعوبة، النقطة الرابعة اللي بنتكلم عليها اللي هي الكفاءة، عندي أربع نقط في النقطة دي. أولا، في ناس متصورة أن أول ما يطلع المصل وياخده فهو آمن 100%، أدي أول معلومة خاطئة. حتى لو نجحوا في إنتاج المصل فالأمان هيبقى بنسبة 60-70% بس، يعني ستيل في ناس هتاخد المصل ويحصل لها العدوى، بس يمكن تبقى بقسوة أو ضراوة أقل. تاني حاجة، إنه ممكن يطلع المصل بيمنع المرض ولكنه لا يمنع الإصابة. واحد يقول لي مش فاهم، يعني حضرتك يجي لك إصابة وتبقى حامل للمرض لكن ما عندكش أعراض، طب فين الخطورة هنا؟ إنك هتنقل هذا الفيروس إلى الآخرين، يبقى فيها خطورة. ثالث حاجة في الكفاءة، إن ممكن فيروس زي فيروس بتاع الإنفلونزا يتحور وعليه الفاكسين اللي هنعمله لسنة 2021، لو لسه في الكوفيد 19 في 2022 ما ينفعش، نضطر عاوزين نعمل مصل جديد. رابع حاجة بقى، ودي تخص أنت، مين أكتر ناس خايف عليهم؟ وقلنا أكتر ناس بيتوفاهم الله كبار السن، خصوصا اللي عندهم مشاكل صحية. فانت دي بيقولوا ان اللقاح ده او المصل ده هيدول اول للهيئات الطبيه، ثم تاني حاجه هيدوهم للناس اللي هم كبار في السن. الحقيقه اللي مش لطيفه، هو ليه الفيروس ده بيصيب كبار السن اساسا؟ لان مناعتهم ضعيفه. طب ما انت لما تديله لقاح اي جزء من الفيروس او فيروس مستضعف هو مناعته ضعيفه، فهيكون اجسام مضاده بكميه قليله، وبالتالي هيبقى الحماية ليه قليلة. يعني بينما أكتر ناس عرضة للمضاعفات بتاعة الفيروس هم كبار السن، هم هيكونوا أقل الناس استفادة من هذا اللقاح أو المصل. ولكن الخبر الجيد في الحتة دي، إن أنت ما تطعم معظم البشر 70% من البشر وتكتسب مناعة القطيع، محدش هيصيب الكبار في السن دول، وبالتالي الحماية لكبار السن هتتم بطريقتين. هم خدوا المصل، دي حماية مباشرة. الآخرون خدوا المصل
يبقى مش هيصيبوهم، يبقى دي حماية غير مباشرة. دي كان الكلام على الأمصال، ولكن يبقى أنه لا علاج حتى الآن شافي ولا مصل واقي. طيب ننتقل للنقطة اللي بعد كده، خلصنا العلاجات والأمصال. النقطة الثانية في حلقتنا النهاردة، طب إحنا قررنا التعايش خلاص، لأن واضح أنه لحد النهاردة ما فيش حاجة لعلاج شافي ولا مصل واقي. هنا بقى نطبق قاعدة من يعلم يحذر. فتعالوا نتعلم مع بعض إيه الأنشطة الأكثر خطورة اللي علينا أن إحنا نتفاداها، وإيه الأنشطة الأقل خطورة. أنا هرتب الخطورة من رقم 1 لـ10. 10 دي أخطر حاجة. أخطر حاجة لإيه؟ إن حضرتك شخص سليم تزور تعاود شخص مريض، أو تبقى مخالط لي يعني عايش معاه، دي أخطر حاجة 10. تعال بقى ناخد من الأقل خطورة نمرة 1. أقل حاجة في الخطورة إن حضرتك تاخد عربيتك وتروح تاخد من أي مطعم أو أي كافيه تيك أواي أو الدرايف ثرو، أنت في عربيتك والراجل في الشباك ناولك اللي أنت عاوزه، ده خطورة 1. أو تلعب تنس، ومفهوم ليه؟ لأن في التنس واحد في الغرب والتاني في الشرق، ده خطورة 1. درجة الخطورة تزيد شوية لـ2 لما تبتدي تمشي في مكان مفتوح، بس في ناس بس في مكان مفتوح، أو تحط بنزين في البنزينة. طب درجة الخطورة 3 إن لما حضرتك تروح سوبر ماركت، أو تقعد في غرفة في فندق، أو تروح لمكان واسع بس في عدد من البشر، زي مثلا متحف، زي مكتبة، أو زي معسكر. نيجي الخطورة 4 و5 و6، بحب أخده مع بعض. إنك أنت قررت عاوز تأكل برا بيتك، هتأكل في مطعم خارج المطعم، المطعم عنده باتيو يعني مكان برا هتأكل فيه، ده الخطورة 4 بس. هتدخل جوه المطعم الخطورة بقت 6. ليه؟ أنت في مكان مغلق وحواليك ناس كتير. طب الخطورة 5 ما بينهم انك تاكل في بيت مغلق بس مع صديق، يعني انتوا بس اللي بتاكلوا، عيلتين ولا مجموعة محدودة. يبقى مطعم في مكان مفتوح الخطورة 4، مكان مقفول مع صديق في بيت عيلة واحدة هتبقى 5، انما مطعم وفي مكان مغلق هتبقى 6. طب نيجي ناخد برضه، بحب اخدهم 4 و5 و6، ان انا اروح لدكتور الخطورة 4، خصوصا بقى في يعني قاعة الانتظار، دكتور سنان أو أنف وأذن هفتح بقي بقى، يبقى الخطورة بقت 5. كوافير للسيدات الخطورة بقت 6. وفاهم ليه؟ الراجل ماسك سشوار، والسشوار ده عمال يطير في الجراثيم. طيب نكمل. خطورة 4 إنك تمشي في مكان مزدحم زي اللي حصل في المظاهرات، في أوبن إير بس مظاهرة. طب خطورة 5 تركب طيارة تروح مول أو تروح شاطئ زحمة، عشان كده قفلوا الشواطئ في فلوريدا بعضها من الزحمة مع أنها شواطئ. خطورة 6 إن حضرتك تدخل في السينما. طيب نيجي نمرة 7، حمام سباحة عام، ده خطورة رقم 7، خطورة زادت تاني. أو تلعب كرة السلة. خطورة 8 إنك تروح دار عبادة، لأنك بتتواجد في مكان مغلق مع عدد كبير من الناس لفترة طويلة. أو بنفس المنطق تروح استاد، وعشان مع برغم انه مكان مفتوح بس ناس كتير قوي، 100,000، عشان كده بيعملوا المباريات بدون جمهور دلوقتي. او تروح جيم لانه مكان زحمه ومغلق، او تاكل بوفيه اكل طعام والناس بتتزاحم على الاكل وجنب بعض كتف في كتف. خطوره رقم 9 انك تدخل بار، البارات زحمه والناس سكرانه، محدش مراعي التباعد الاجتماعي والماسكس والحاجات دي. وطبعا قلنا نمرة 10 انك انت تزور او تخالط مريض. طب كيف نحمي انفسنا بقى من المخاطر دي؟ قلنا اهم حاجة السوشيال ديستانس، 2 متر في زعمي انا، اكتر من 2 متر يبقى احسن. انا ما بنزل في الشارع لو واحد جه ناحية ايدي الشمال امشي انا يمين، ليه 2 متر؟ خلينا 4 متر تبقى اضمن. وبعدين الماسك عايز اكلمكم عليها. اولا في نوعين من الماسكس مهمين، ده اللي هو السيرجيكال ماسك خلاص، ده اللي هو بيسموه الـ N95. اهم حاجه انك لما تمسك الماسك تمسكه من الاربطه، ما تلمسوش ابدا، لو انت بتلبسه ولا في اثناء ما انت لابسه ولا بعد ما تقلعه، اهو من الاربطه كده البسه.
خلاص هعمل ايه؟ هلبسه بالشكل ده لازم دي تيجي لتحت تحت دقنك تضمنها كده. وهنا بيبقى ساعات في بعض الانواع الكويسه في حاجه معدن تلوس كده عشان تكتم على مناخيرك. المعدن ده موجود اكتر في الـ N95، بس الـ N95 ده بنحب نسيبه اكتر للهيئات الطبيه. اهو في معدن من فوق. هنا هقول شويه معلومات طريفه عن الماسك ده. قلنا مش هتلمسه خالص الماسك. لو ان في اتنين، واحد سليم واحد عنده كورونا فيروس كوفيد 19، الاثنين لابسين ماسك. يعني انت خلاص هديك رحت قابلت واحد عنده كوفيد 19 بس انتوا الاثنين لابسين ماسك، احتمال الاصابه كام؟ 1.5%، يعني 1 لـ70. لو الاثنين، شوف بقى اهميه الماسك جميل ازاي. طب لو واحد بس لابس ماسك، اسمع دي بقى وافتح ودانك معايا. يفضل ان اللي لابس الماسك ده يبقى المريض مش السليم، هو اللي يبقى لابس الماسك مش انت لو انت سليم. لو هو لابس ماسك وانت مش لابس ماسك، هو بتخلطه بس هو لابس ماسك، احتمال انه يديك المرض 5%، يبقى زاد 3 مرات بس. اما عكس ما الناس فاهمه ان هو مش لابس ماسك المريض وعمال ينثر في الفيروسات وانت لابس ماسك، فاحتمال الاصابه بيزيد جدا اكثر من ذلك بكثير، ومش هقول لكم عشان ما اخضكوش. طبعا الكارثه ان يبقى انت سليم وهو مصاب ولا حدش فيكم لابس ماسك. يبقى اذا نخلص من ذلك ان الماسك ده بيحميني لكن اساسا بيحمي الاخرين في حاله اذا كنت انا حامل لهذه العدوى. وعليه يجب ان كلنا نلتزم اول ما نفتح باب البيت ونخرج بره نلبس كلنا ماسكات. والمسؤوليه هنا مش بس لنفسك انك بتحمي روحك، انت اساسا بتحمي الاخرين والمجتمع، فدي مسؤوليه تجاه المجتمع. وبحب اقول هنا انه ما استحق ان يولد من عاش لنفسه. يعني من فضلك بادعوكم جميعا نلبس ماسكات، اولا عشان الاخر ودي حاجه فيها سمو في الاخلاق، وثانيا عشان تحمي نفسك. تصور ترتيب الاخر هيحمق اولا ثم انت، وعلى الباغي تدور الدوائر. غير التباعد الاجتماعي والماسك اللي اتكلمنا عليه، قلت لك النسب احلى حاجه يبقى كلنا لابسين ماسك، 1.5% احتمال الاصابه حتى لو قصادك معدي. لو هو لابس ماسك الشخص المعدي وانت سليم الاحتمال هيزيد يبقى 5%. لا لا، لو انت لابس وهو مش لابس وعمال ينثر الاحتمال بيزيد جدا. فما تفكرش الماسك بيحمي الاخرين منك اولا ثم يحميك انت ثانيا. كلنا نلبس ماسك من فضلكم. ثم قلنا العادات التنفسيه الصحيه اللي قلنا لما كحة أو تعطس يبقى في كوعك أو في كلينكس معايا. تاني حاجة قلنا تغسل إيديك بالماء والصابون، الماء لمدة 20 ثانية، الماء دافئ. ليه؟ قلنا لأن الغلالة الغلاف اللي بيحمي الفيروس معمول من سم ليبيد. إحنا السمنة بتسيح بالحرارة، فعش كده مية بصابون كل ما المية كانت دافية هتنقي إيديك أكتر، ودي احسن بكتير من السانيتايزرز او من الكحول. ميه وصابون والميه دافيه لمده 20 ثانيه على الاقل. وبعدين ثالث حاجه قلنا ما تلمس وشك. انا هنا عاوز اقول حاجه، لو انا غسل ايدي زي حالاتي دلوقتي المس وشي مفيش اي حاجه. يعني لازم الواحد يفكر، ثم هو مش اي حته في وشك، انت ما يعني تلمس قرطك، عاوز اهرش في قرطي في خدي، مش هيحصل حاجه. هو الفيروس هيدخل منين؟ هيدخل من العين او الانف او الفم. عشان كده ما تلعبش بصبعك في بقك او في انفك او في عينك وانت مش غاسل ايديك خاصه. ونسيت اقول لكم حاجه مهمه، ان مع الماسك بس ما ينفعش، ما انت ممكن ضمن العدوى هو العين. فعشان كده انا جايب نظاره اهي، بلبس هذه النظاره مع الماسك، حتى النظاره عامله زي نظاره الغطس شويه عشان تحميني من كل النواحي. يبقى ما ينفعش تلبس ماسك بس، مش ضروري تلبس نظاره زي اللي انا جايبها، هات على الاقل نظاره عاديه ان شاء الله نظاره بصر هتحمي معظمه. واحسن واحسن لو بعد الماسك حطيت الشيلد اللي هو البلاستيك، بس يبقى منظرك شويه زي بتوع الفضاء. يعني نسيبها دي للاطباء اكتر. واقول لك حاجه لطيفه ممكن تزود الحمايه جدا جدا، انك جوه هذا الماسك
تحط ورقة كلينكس يعني تتنيها كده بالشكل ده وتحطها جوه الماسك. يبقى كل ما زودت اللايرز عدد الطبقات بيبقى الحماية أكتر. ده اللي هو إيه الخطورة وإزاي نتفاداه. نيجي آخر نقطة في حلقتنا النهاردة اللي هي الاقتراحات بقى. طب طالما إحنا هنتعايش مع الوضع عاوز أدي شوية اقتراحات شخصية خلاص للمعيشة الحياتية. فأنا عندي شوية اقتراحات فكرت فيها بنفسي وأعتقد إن لو حضراتكم فكرتوا مجموعة هتجيبوا اقتراحات أحسن مني بكتير. فتعالى كلنا نفكر. فبالنسبة لاقتراح أنا بقترحه للطيران. سمعت إنه في الطيارات الأول ما الناس هتوصل هيقيسوا لها درجة الحرارة اللي حرارته عالية يشوفوه إذا كان عنده الفيروس يعزلوه وحاجات من هذا القبيل. أنا ما عجبنيش الاقتراح ده على الإطلاق. فبالاستعانة بناس هنا قرايبي ناس لهم يعني وضع اجتماعي معين أنا تقدمت باقتراح لوزير النقل هنا ولشركة الطيران هنا هم ساعدوني في الإصالة. وهنا ناس الحقيقة بتهتم بكل اقتراح تقوله بعتولي قالولي ابعت لنا عنوانك وابعت لنا نمرة تليفونك عاوزين نتواصل معك بعد ما هندرس اقتراحك. هذا الاقتراح أنا بقدمه لشركة مصر للطيران اللي بقى عزها وأقدرها لأنها جزء من مصرنا العزيزة وما بسافرش تقريبا غير عليها قلما أسافر على شركة تاني لو هي ملهاش روت. الاقتراح يتمشى في الآتي. هو أنا بعد ما أنزل لو اكتشفوا أن أنا عندي إصابة طب أنا عاديت الناس اللي معاي خاصة الطائرة دي مكان مغلق والتهوية فيها مش جيدة لأنه عارفين الهواء بيعملوا له يعني ريسايكلين كده وفلاتر بس طب ما احنا أي واحد رش علينا الفيروس قبل ما الهواء يتشفط بالشفاطات بنكون خدناه. فالاقتراح كان كالآتي. واحد شركة الطيران تتفق مع معمل عنده مجموعة سلاسل بتغطي البلد كاملة وده عندنا كتير مجموعة يعني معامل عندها سلاسل جامدة جدا. اثنين قبل السفر ب 72 ساعة أروح المعمل على حسابي أدفع أعتقد المسحة اللي هعملها البي سي آر بتتكلف في حدود من 20 ل 50 دولار مش كتير ما أنا بدفع في التذكرة 500 دولار 1000 دولار إيه يعني ما أحط عليهم وأضمن روحي وأضمن الآخرين بدل ما يقولوا لنا بقى لا هنفضي الكرسي اللي في النص وتزود سعر التذكرة بقى 50-60%. فأروح قبلها ب 72 ساعة ياخدوا لي مسحة وأسيب لهم الإيميل بتاعي وأسيب لهم معلومات الرحلة شركة الطيران ورقم الرحلة وأرجع بيت. لو طلعت إيجابي يبعتوا لي إيميل يقولوا لي حضرتك مالكش سفر وافرض إن أنا بستهبل يبعتوا لشركة الطيران الراجل ده ما يركبش طلعت نيجاتيف أروح. طب شركة الطيران افرض شوية هيطلعوا فوسط في كراسي هتطلع فاضية لا يعملوا يعني أوفر بوكينج يحجزوا 110% بس خد بالك بس انا لو طلعت موجب وما سافرتش ما يدونيش بينالتي ما يدونيش غرامه انا ذنبي ايه ده بالعكس انا مش هسافر حمايه الاخرين. يبقى اتفاق كده من شركه الطيران تحجز 110% واللي يعتذر ما تعملش عليه غرامه زياده في الحيطه. لما اروح قبل ما اركب الطياره يقيسوا درجه حرارتي اي واحد حرارته مرتفعه دي فوق البيعه ما يركبش. بالطريقه دي كل الطيارات في العالم ممكن تطلع وآمنة وما فيش حاجة اسمها الميدل سيت فاضي فيبقى التذاكر بنفس سعر تقريبا أنا بس بدفع عليها 20 ل 50 دولار حق التحليل وبطمئن على نفسي فوق البيعة غير السفر بطمئن أنا كويس الحمد لله يعني حاجة ذات الخير خيرين. ده اللي مفروض تعمله شركات طيران. وهذا الاقتراح اللي قدمته هنا لوزير النقل ولشركة طيران بمعاناة زي ما بقول أصدقائي وقريبي بقدمه لشركة مصر للطيران. طبعا داخل الطيارة برضو نلبس ماسك كلما أمكن ذلك زي ما بنقول زيادة الحيطة مش هتضير العكس هو اللي ممكن يضير. طيب نيجي بالنسبة للمطاعم والكافيهات. دلوقتي احنا قلنا ان لو انت بتاكل في مطعم برا الخطورة 4 بتاكل في مطعم جوه 6 يبقى حضرتك تختار تاكل فين وقلنا ما بينهم تاكل عند صاحبك نمرة 5 يبقى انا عاوز اكل برا في المطعم برا. يبقى المينيسيباليتيز اللي هو البلديات عندنا تسهل الموضوع ده ما تعقدهوش.
كل مطعم قصاده رصيف يقول له حط الترابيزات بتاعك بره على الرصيف، وايفن هنا سمحوا لهم يحطوها في الشارع، لانه الضرورات يعني يعني بتبيح المحظورات ان احنا تبقى في الشوارع الترابيزات قاعدين في اوبن اير، فيبقى احتمال ان احنا جينا اصابه يبقى قليل قوي. طب والشارع ده شويه يا سيدي، انا لو عندي عربيه انا حافظ اللي في الشارع اللي فيه مطاعم، استخدم شارع اخرى، وده ظرف طارئ يستدعي افكار خارج الصندوق. رحت في المطعم هلبس الماسك بتاعي الا وانا باكل، بس هقلعه وانا باكل. فلما يجيني بقى الراجل النادي اللي هو اللي اسف الجرسون او الويتر يبقى لابس ماسك، ده على طول هو ما قلعوش، انا هقلع وانا باكل. لما انا بكلمه وانا بطلب احنا الاثنين لابسين ماسك، احنا الاثنين، يبقى احتمال اصابه 1.5% لو واحد فينا عيان. خلاص. وبعدين حاجه تاني، اللي ينزل لي الاكل مش هو اللي يشيل الترابيزه البواقي بتاعت الاكل، لانه البواقي دي ممكن كل احنا حطينا عليها رزاز وممكن واحد فينا عيان، فلما هو يلمسها بايده ويرجع ينزل الترابيزه تانية غلط. فالمطعم بذكاء كده، وقلت تملي لو فكرنا في افكار كثيره حلوه، اللي ينزل الاكل مش هو اللي يشيل الترابيزه. طب والادوات اللي هناكل بيها تبقى غير ديسبوزبل، يعني صحون بلاستيك، شوك، سكاكين، معالق بلاستيك، فاهم ليه؟ عشان ما نتكررش استخدامها تاني. وطول ما انا ما باكلش لابس الماسك، الناس اللي بتخدمني لابسه الماسك على طول ومتباعدين، ويفضل نبقى في الخارج. نفس كان في المطاعم طبعا والكافيهات. نيجي للسينما، عندي اقتراح، قالوا السينما هيشغلوها ب 25%. فانا عندي الاقتراح كالاتي، ودي سهل قوي يعملها اي كمبيوتر، يعني مش صعبه، انه الورقه اللي قصاد الراجل اللي بيحجز او اللي على الكمبيوتر يبقى الكراسي كده بخمس تلوان اهي، ازرق واحمر واصفر وابيض. احنا قلنا عاوزين الربع، انا بقى اختار في الحفله من اللون الازرق، فانا قعدت في الكرسي واحد، حضرتك في الكرسي رقم 5، اللي بعدك الكرسي رقم 9، يبقى بين كل واحد والتاني 3 كراسي، 1 5 9. شوف بقى برضو اللي بعدها، اللي في الصف اللي بعده هيقعد هو في 3 7 11، يبقى شوف اللون الازرق اللي تحت اهو بعيد عن هنا وبعيد عن هنا، يبقى ده طريقه الحجز. الحفله اللي بعدها بقى يتقلب الشاشه اللون الاحمر، ايه قيمتها؟ يبقى 2 6 10، يبقى ما قعدتش في نفس الكرسي بتاع الحفله اللي قبليها. وطبعا 4 كراسي باربع تلوان للاربع حفلات، يبقى في اي حفله انا حضرتها ما قعدتش على الكرسي بتاع الشخص السابق. وبالليل يتم تطهير بعد الاربع حفلات كل الكراسي، الذي لا يدرك كله لا يترك كله. افكار بسيطه، وانتوا هتجيبوا افكار احسن مني بكثير، لكن نمشي الحياه باكثر صوره ممكنه وباقل ضرر ممكن. اهي اللي هي الاربع تلوان في الكراسي في الاربع حفلات والتباعد ده. وشايف طبعا ان الصف اللي ورايا انا قاعد 1 و5 في الصف الاول، اللي انا قاعد في كرسي رقم 3، يبقى ابعد ما يمكن عن 1 و5. فكره طريفه، والكمبيوتر يعملها جاست ان السكرين اللي قصاد الراجل اللي بيحجز تبقى عندها 4 تلوان. زي ما بقول نفكر هنجيب حاجات كويسه. في البنوك وفي المصالح هم عملوها خلاص، قلنا الموظفون بيقعدوا يعني بعدين عن بعض اكتر من 2 متر، وفي بينهم وبين الناس اللي بيتعاملوا معاهم اللي هو الحاجز الشفاف ده الزجاج او البلاستيك، ومحدش هيدخل المصلحه البنك او المصلحه او اي حاجه الا لما يبقى دوره جه، يعني احنا قاعدين في الشارع بره وانا عارف ان ده منفذه، وهو لابس ماسك وانا لابس ماسك وفي ما بيننا حاجز، يبقى بهذه الصوره. نيجي بالنسبه للفنادق، انا سمعت الفنادق بيقولوا نعمل اشغال 25%. انا اتصور يعني برايي الضعيف ان دي تخسر اي فندق. فندق لما يشتغل 25% ده عمره ما هيعمل اي ارباح. فانا رايي يشتغل 50 او 100%. وعندي اقتراح برضو، ان يبتدي الفندق حضرتك اول تحجز من الاوض المفرده بس، يعني احجز اوضه واحد، حضرتك جيت ورايا تاخد 3، يبقى في ما بيننا اوضه فاضيه، اللي بعدينا اوضه 5. لما نبقى نخلص يا سيدي ال 50% المفرد نبتدي نحجز في الزوجي، يعني مجرد ترتيب. فلو الفندق ملاش غير 50% يبقى في حمايه كويسه،
نمرة اتنين حتى لو ملأ 100% يعني لما نملأ كل المفرد وبعدين نرجع تاني نحط الأعداد الزوجية هبقى يعني الأوض اللي جنب بعض اتملت فترة أقل. اتنين إن لا يجوز الحجز لأقل من 3 لـ5 أيام. ليه؟ لأن بعد أي عميل يحجز لازم يومين الأوضة تقعد فاضية ويتم تطهيرها عشان أي فيروس يكون مات، فما تحجزليش يوم وإحنا وتسيب لي الأوضة يومين فاضية وراك، فيبقى من 3 لـ5 أيام. وطبعا زي ما بقولنا إذا كان البوفيهات بتبقى درجة الخطورة 8 والبارات 9 يبقى لا في بوفيهات ولا في بارات خالص، ما فيش الكلام، ما نعملش الكلام، الأكل يبقى زي ما قلنا في مطاعم وخارج في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك. نفس الكلام بالنسبة للنوادي، النوادي يبقى الأبواب محكومة بيدخل عدد محدود من الرواد بتاع النادي، فيرست كام فيرست سيرف، اللي يجي الأول يدخل بعد كده ما فيش، ندخل عدد محدود. والتعاملات كلها مش في الصالات المغلقة ولا في المطاعم المغلقة، يبقى المطعم يفتح في الباتيوس في الحتت وفي الأماكن المفتوحة نقعد ناكل ونقعد حوالين السويمينج بول، وكل النشاط يبقى في وجود أوبن إير حيث احتمال إصابة تبقى أقل. قلت ظرف طارئ يحتاج إلى فكرة خارج الصندوق. في النهاية أشكركم لحسن متابعتكم وأدعو الله لكل جنود الجيوش البيضاء في العالم كله من الأطباء وهيئات التمريض واللي بقول بيقفوا بأجسادهم في كحاجز الصد الأول في حماية لمرضاهم. أدعي ليهم ولكل مرضاهم بأن ربنا يحفظهم بإذن الله. وإلى أن نلتقي مجددا في حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، أسأل الله لجميعكم دوام الصحة وزوال الغمة. شكرا.